الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. دي الله ركن إيمانه إذا إيمان لردو إذ ديل إلجنا الشخ بيومر شخ. نؤمن بأنهم عبيد بشر لا يعبدون. وإيمان دل بشة أدمش خلر شين عبادة ده حق دوج. وأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام لا يكذبون. إشت تارخ تيش تيش وإش خرطة تبوي. نؤمن بهم وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم. الله هو وين خائت أن يلتير شتاني تير إيمان دلوي. وصفاتهم. تير صفة شتاني. والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها. إشت الله هو تان غدي أشدو أسم دل آيات شتا إيمان دلوي. والأخبار التي جاءت عنهم. إشت تارخ دي أن دلوين دي ترش خبر شغل تارت إيمان دلوي. نؤمن أن أول الأنبياء آدم عليهم الصلاة والسلام. إشت دحر إلش آدم خلرت إيمان دلوي. أول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام. دحر خلل بايمرا نوح خلرت يعني تويش دلوي. خاتم الأنبياء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أقت إحر إلش بايمرا محمد خلر تيوشل دوي. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو كاذب وكافر كفرا أكبر. أحق بيمر صلى الله عليه وسلم ويلجو دي حال شيء إلج وشا يا بيمر وشا بوشغا إذا كرستل دو إذا كافر وإذا بوصل دينجور آر ويلا ويز. نؤمن بأنهم أدوا الأمانة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى. أحق وإيمان دولا الله وشينتي دلان دولا تردينا دوشة وين حقا أجدر. أكمل نصح كان منهم عليهم الصلاة والسلام. أقر ديك الله مصر الأدمال ديك الأشخ الله. وبلغوا كل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغه لم يكتموا شيئا. تاهم دعته لنعون تار الله وشين إدلان دول دعقا أجدي ألدل ميلهم دعقا أجدي نعون تار. وبذلوا غاية الجهد في تبليغ هذا الدين. يغى تا شيكو يوتشا شيك ما حيقلق حقا حقا نونتا إذا قاعد جديش